صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. صباح جميل ان شاء الله علينا كلنا ونستمتع بيومنا النهارده يوم السبت. هيكون معانا فقرات كتير جدا لكل المشاهدين النهارده، هتتابعونا من 9 ل 11. هنقول لكم ايه هي الفقرات اللي هتكون موجوده معانا النهارده، بس في الاول صباح الخير ايمان. صباح الخير شريف. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ساره. الحمد لله. النهارده زي ما ساره قالت هيكون معانا اخبار كتير جدا، وده هنتابعها من خلال فقره الصحافه، وهيكون كمان معانا فقره مع اللواء علاء بزايد مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والامنيه، هنتكلم معاه عن التشكيل الوزاري الجديد والحاله الامنيه في مصر. كمان هنتكلم عن ظاهره كونيه مهمه جدا وهي الخسوف. السنه دي او النهارده تحديدا هيكون اخر خسوف للشمس في 2011. كمان انها يعني من 4 5 ايام كده سمعنا عن خبر اكتشاف كوكب جديد بالظبط لنفس خواص الارض، وممكن كمان يكون عليه حياه. خبر هام جدا جدا لاي حد مهتم بهذا الموضوع، واي حد بشكل عام يعني كلنا مهتمين بصراحه. انا اللي هو يصلح فعلا ان الناس تعيش فيه. انا خلاص فكرت اقول طب يعني ممكن اروح اعيش في الكوكب الجديد. نستثمر بقى ان شاء الله. ناخد نهارك كده بالكاست باللي احنا عايزينه. مش مشاهدينا هيكون معانا كمان مصور صحفي اسمه الاستاذ عمرو دياب، هيكون موجود معانا النهارده في نهارك سعيد. هو مصور صحفي ونائب رئيس قسم التصوير بجريده اليوم السابع، وهي الجريده الشابه جدا واللي عملت بومنج الفتره اللي فاتت. واخيرا هيكون معانا كلام عن كتير من المذاهب الدينيه اللي سمعنا عنها مؤخرا. طبعا في حاجات كتيره كنا عارفينها من زمان وممكن عارفينها بشكل سطحي، ولكن النهارده هنتكلم عنها بقى بشكل تفصيلي، ومن ضمنها الشيعه. هنعرف اكتر عن الشيعه من خلال فقره خاصه جدا، خليكم معانا. نعم. طب ايه افندم؟ نخرج فاصل. نخرج فاصل. وحشتني الانترو، وحشاني الانترو. هنروح للفاصل، هرجع اقول لك دلوقتي. هنروح للفاصل ونرجع مره ثانيه مشاهدينا نبدا حلقتنا ونهارك سعيد.